كشف النائب عن كتلة الفتح النيابية محمد كريم عن إصرار تحالفي سائرون والقوى العراقية على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات الجديدة، وأعد كل قضاء دائرة انتخابية واحدة. وقال كريم أن الاجتماع الأخير لرئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية لم يتوصل إلى اتفاق نهائي لحسم مسألة توزيع الدوائر الانتخابية، معلنا مقترحا جديدا بهذا الشأن، وهو أن يكون كل مركز تمويني دائرة انتخابية واحدة.